بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شوف الفخامه، فخامه ابو كرش يا جدعان، امهات فخامه، هي دي الفخامه ولا بنات؟ بسم الله ما شاء الله، خش له في الربع. اه والله ابو كرش خش له في الربع. يلا الصلاه على النبي. بصوا شباب، دي عرسه بحذروا منها، دي ديت يعني بتعض ومش كويسه يعني، ولحمها وحش يعني ما بتتاكلش بمعنى اصح، وفي نفس الوقت بتعض يعني، بتعض بنت الجزمه، فخلي بالك وانتوا بتخلصوها. دي اسمها عرس. ماشي يلا. ده يا جدعان السمك داخل جديد، شايف عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ لسه داخل جديد ده، ان شاء الله يبقى موسم حلو ان شاء الله عليكم. ماشي.